الحوار بين المصحف والجوال، هذه أول مرة ينساني أنا حزين. أنا ينساني باستمرار، أنا دائما أكلمه ويكلمني، أنا دائما أكلمه وهو حتى لا يسمعني. أنا لدي مميزات، إرسال واستقبال الرسائل، أنا كلي رسائل وبشائر ووعود جميلة، إن صاحبني ومع ذلك يقاطعني. أنا تخرج مني ذبذبات ضارة تؤثر على الجسم والعقل، وبالرغم من هذا لا يستغني عني. أنا طبيب الأرواح والنفوس والأجساد، ومع ذلك يستغني عني. أيضا يتباهى بي عند أصحابه، أنا أكبر مصدر للتباهي، ومع ذلك قد يستحي أن يحدث أصحابه عني. أستأذنك، لقد عاد ليأخذني، ألم أخبرك أنه لا يقدر على الاستغناء عني؟ مؤلم جدا أن نشتاق لهواتفنا، لو تركناها ساعة أو ساعتان، ولنشتاق لكتاب الله عز وجل لو تركناها أسابيع وشهور. وقال الله تعالى: وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا.